إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام الموجز، ولكن نحن مستمرون بمواكبة مختلف المستجدات ومستمرون أيضا بحواراتنا في الاستوديو، حيث ينضم إلينا الآن أستاذ ماهر الدنا عميد الإعلام في الحزب القومي السوري الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك غادي. رح نناقش طبعا دوركم اليوم، كنتوا أكدتوا ببيان بأنكم مستمرون بهذه المواجهة، رح نناقش طبعا كيفية القدرة على الاستمرار بهذه المواجهة، ولكن بدي انتقل عبر زوم لمحافظ بعلبك والهرمل أستاذ بشير خضر يلي بينضم لنا بهالأثناء. مساء الخير حضرة المحافظ. بعتقد حضرة المحافظ حاطط ميوت من عندك لأنه ما عم نقدر نسمع الصوت، إذا ممكن بس تتأكد. لا مش ميوت. مش الحال، صرنا عم نسمعك. حضرة المحافظ، بعد في هذه الحملة يلي كانت واضحة ضدك بالأيام الأخيرة بسبب مطالبتك المستمرة للنازحين السوريين بالعودة إلى سوريا تحديدا بعد اشتداد الحرب بلبنان، بعد هذه الحملة قائمة؟ لا حقيقة نحن الحرب اللي عم نعيشها والوقوف الى جانب الناس وعمل ما يلزم من واجبات علينا بهذه الظروف الصعبه، اول شيء انا بدي بلش بنهايه نشرتكم بالغاره اللي صارت على بلده الخضر بمحافظه بعلبك الهرمل. لهلا عندنا 5 شهداء وبعد في ناس تحت ركام، بعد منا اكيد من الحصيله النهائيه. بالعوده الى سؤالك بالمباشر مره جديده، بس قبل ما تجاوبني، بما انه حضرتك تطرقت، كان بدي اسالك عن الخضر، بس بما انه تطرقت انت للي صاير بالخضر، دائما عم بيكون في حديث عن انه في نقص بالتجهيزات بالبقاع، دائما عم بيكون في حديث بانه عدد الفرق الانقاذيه ما عم بيكون كافي. طبعا بالجنوب عم نسمع هيك صرخات، ولكن عم نسمع عاده انه في صعوبه لوجستيه او ميدانيه او جغرافيه، بس تحديدا بالبقاع دائما عم نسمع عن نقص بعدد الفرق الانقاذيه. شو سبب هذا النقص يلي موجود بالبقاع اكثر من مناطق اخرى؟ وبيهمنا نرجع نحكي بالسؤال الاول. طبعا اكيد انا فكر عم بتهرب. لا اكيد، لا اكيد، لا حنرجع لهيداك الموضوع، تفضل. ايام والاسابيع الاولى بعد ما فتحت جبهه الجنوب ب 8 اكتوبر 2023 بغرفه اداره مخاطر الكوارث، كان في تقييم ومسح لجميع الامكانيات المتوفره عنا، ومنها موضوع الاليات التي تستخدم برفع الانقاض والاستجابه بحال الغارات وموضوع فرق الانقاذ وغيره. نحن في عنا اكثر من جهه عم تعمل بهذا الموضوع، بالموضوع الانقاذ، كل الاجهزه المعروفه اللي بتشتغل بلبنان بهذه الظروف. اضافه لهذا الشيء نحن كان عنا كمان مسح لكل الاليات الممكن استخدامها بهذه الحاله، سواء هي ملك لبلديات او اتحادات بلديات او ملك خاص لمتعاهدين، وعندنا كان كل الداتا وين موجودين هذه الاليات لحتى نعرف نحن اذا صار في غاره وين اقرب اليات لازم نبعثهم تكون قريبه. معلبك الهرمل تختلف عن باقي المناطق بلبنان بهذه الحرب لكونها هي المحافظة الأكبر بلبنان من ناحية المساحة، هي 27% من مساحة لبنان، فبالتالي نحن عم نحكي عن ضربات كثير بتكون أحيانا متباعدة، يعني أنت عم تحكي في عندك ساعة بالسيارة بين ضرب وضربة ببعض الأحيان. نحن ما لنا قدام محل يعني بقعة جغرافية مثل الضاحية والخصف مركز عليها، فمعروف أنه لازم الجهوزية تكون هنيك. لا نحن عم نكون في جهوزية بأماكن كثير متباعدة عن بعضها بإمكانيات المتوفرة معنا حاليا. هي حقيقة المشكلة صارت باليومين الأولين من الحرب وقت اللي تم استهداف بعلبك الهرمل، ولا سيما ببلدة شعس إذا بتتذكر كان في غارات طالت هذه البلدة، كان في ناس تحت الأنقاض، والمشكلة ما كانت يعني إنه أصحاب الآليات بخلوا علينا انه يقدموها، لا على العكس كانوا مستعدين يقدموها، ولكن ما كان عندهم امكانيه هن يستعملوها لاسباب كثيره. هون بنوجه شكر لمعالي وزير الاشغال دكتور علي حميه اللي هو قام بهذه المهمه وقدرنا نشغل الاليات. ما بدنا نحكي كثير تفاصيل كمان ما لحتى ما نكون نحن عم نعطي احداثيات بهذا ولكن بدنا نقول كمان كثير من الاحيان العدو الاسرائيلي عم يمنع. حضرة المحافظ رجع المشكل بالصوت، عم بيكون صوتك بهالأثناء كتير بعيد. عفوا رح أحاول علي صوتي لكن عم تسمعني أفضل هلأ؟ إيه أفضل أفضل.
اللي كنت عم اقوله انه ما فينا نكون عم نعطي نحن احداثيات كمان بكل طريقه العمل، ولكن هي المشكله كانت اكثر باليومين الاولين. ما بعرف اذا كان هالفكره وصلت، ولكن نحن بالوقت الحالي كمان ما تنسى انه العدو الاسرائيلي بكثير من الاحيان عم يعيق فرق الانقاذ من الوصول الى المستهدف. ولكن برجع بقول لك باليومين الاولين كان في عندنا هذه الاشياء، وتم حلها بفضل تدخل من معالي وزير الاشغال مشكور، والامور نحن بكل الامكانيات المتاحه عم نشتغل بحال الضربات. ومره جديده هي المشكله انه نحن محافظه كثير كبيره، بعض الاحيان ما بتكون الاليات قريبة من أماكن الاستهداف. كرمال هيك أوقات بيكون في شوية تأخير لأنه المنطقة يمكن كبيرة، طبعا الوصول يمكن للنقاط بيكون أصعب يعني لما نكون عم نحكي عن نطاق أضيق مثل الضاحية. يعني أنت بعلبك الهرمل مثلا، بعلبك على الهرمل هي مثل طرابلس وضبي بالمسافة. صحيح. يعني منا منطقة صغيرة، ويعني الوصول لكل الأماكن هو موضوع هين ومتاح. خلينا نرجع كمان للي كنا عم نحكيه بالبداية، موضوع الحملة التي أقيمت ضدك. على كل حال هذه الحملة كانت موجودة من قبل، ولكن رجعت هلأ تفاعلت بعد ما حضرتك تفاعلت أيضا مع مطلبك اللي جددت تأكيدك عليه، وهو المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى سوريا. كيف عم بتكون تحديدا التجاوب مع هذه المطالب اليوم؟ بالبدايه هلا في احد وسائل الاعلام المعروفه التوجه والتمويل هاجمت بهذا الاطار، ولكن انا شايف في حمله كثير كبيره معي ومع هذه الفكره. وهون نحن بدنا نقول شغله، انه مثلا انا على مستوى بعلبك الهرمل بس حياه جميع الناس الموجودين اليوم بالمحافظه هي مسؤوليتي ومسؤوليه الدوله اللبنانيه. انا ما فيني اليوم اقول بظروف من هالنوع والله انا علي اني احمي اللبناني وامن المأوى اللبناني وامن الاكل والشرب والطلب اللبناني، والنازح السوري والله ما انا مسؤوليتي اتركه لمصيره مع العدو الاسرائيلي. جميع الموجودين على الاراضي اللبنانيه هي مسؤوليه الدوله اللبنانيه، وعلينا ان نحميهم. من هذا المنطلق ومن هذا الإطار، بما أنه اليوم لبنان بحالة حرب وحرب ضروس ما شفنا مثلها من قبل، وبما أنه عني دائما الحجة أنه ليش موجودين بعضهم اليوم بلبنان، هي كانت على أساس لأسباب أمنية، ولأنه على أساس سوريا فيها حرب وحياتهم مهددة بالخطر بسوريا بحكم الأعمال الحربية اللي وقفت ومن سنين. فبالتالي اليوم حفاظا على سلامتهم لازم يرجعوا على سوريا. بس بيقولوا لك منخاف من ملاحقه سياسيه على 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 مواقف يمكن سياسيه انعطيت خلال الثوره السوريه. يعني البعض بيقول لك عنده هذه كمان، يا بتكون اوقات سبب ربما قد يكون حقيقيا، اوقات بتكون ذريعه، ولكن في ناس بيقولوا لك مش بس كرمال امنيا الوضع بسوريا على الارض، ولكن ايضا لانه نحن منخاف انه يتم ملاحقتنا بسبب مواقف عظيم. سياسيه بشكرك كثير على السؤال، بجاوبك بشغلتين مسألين امامنا. العودة التوعية اللي صارت من 2018 لبداية العام الحالي، عدد كتير كبير رجع وكلهم استقبلوا أحلى استقبال، وما في واحد منهم لا تم اعتقاله ولا تم التعرض له، لا بل على العكس. أنا رح أقول لك حادثة أنا متأكد منها، أحدهم بعد ما رجع على سوريا بالعودات القديمة طلع أنه مطلوب على العسكرية، فلما راحوا لعنده ليطلبوه على العسكرية لكونه كان راجع من لبنان ولحتى ما يصير في بلبلة يقولوا ليك رجعوا على سوريا وبلشوا يلقطوهم للشباب، تم تأجيل العسكرية تبعيته فقط لأنه عائد من لبنان. بهيدي الروحية تعاطت السلطات السورية مع الذين عادوا من لبنان إلى سوريا. الشغلة الثانية، نحن اليوم في أرقام رسمية بتقول أكثر من 236 ألف نازح سوري بلبنان عادوا إلى سوريا، وعادوا عبر معبر المصنع تحديدا قبل ما يتم قصفه من قبل العدو الإسرائيلي. طيب ليش السلطات السورية ما أوقفت هؤلاء أو بعض من هؤلاء؟ أو طب ما 236 ألف رجعوا على سوريا، ما تم توقيف واحد من ال 236 ألف؟ طب كان ليش كانوا موجودين بلبنان قبل اذا هن خايفين من التوقيف اذا رجعوا على سوريا؟ خلص الامور واضحه، الموضوع منه موضوع امني ولا موضوع انه في اي نوع من انواع الخطر على هؤلاء في حال رجعوا على سوريا، ولا خوف من السلطات السوريه. الموضوع هو بكل بساطه تقديمات موجوده بلبنان، فرص عمل موجوده بلبنان، وهو مثل ما انا كنت اوصفه هو عباره عن نزوح اقتصادي الى لبنان. مرجع منقول نحن اليوم أولويتنا منو ملف النازحين السوريين، نحن اليوم أولويتنا الحرب الدائرة بالجنوب وبالضاحية وبعلبك الهرمل اللي عم بصير على كل لبنان وحياة أهلنا إن كانوا سوريين ولا إن كانوا لبنانيين. بالنسبة للنازحين السوريين، ضيفي كمان ماهر قدمنا
عميد الاعلام بالحزب السوري القومي الاجتماعي، على ما يبدو عندك تعليق. تفضل. اول شيء سعاده المحافظ يعطيك العافيه، عندك مسؤوليات كبيره وضغط بهيدي الفتره مثل ما تحملت مسؤوليه طوال سنوات ماضيه، هلا انت قد ان شاء الله. بدي اقول معلومه بس بهالاطار، معبر المصنع اللي قصفه طيران العدو لم يكن تحته لا فيه نفق عسكري ولا كان يستخدم لأغراض عسكرية. أنا برأيي معبر المصنع اللي خرج منه 236 ألف شامي أو سوري وخرج منه فقط 60 ألف لبناني قصف لألا يكون هذا المعبر هو مفتاح الحل لأزمة النازحين بلبنان تحت الحرب. الإسرائيلي اللي بيقصف معامل فرش منه أهداف عسكرية وبيقصف معبر المصنع يسعى إلى إبقاء الإرباك الداخلي بلبنان، ويسعى أكثر من ذلك إلى إحداث فتنة وإحداث إرباك اقتصادي واجتماعي. وبالتالي الإسرائيلي يجب أن ننتبه جيدا أنه يعمل على أكثر من صعيد، مش بس على الصعيد العسكري المواجه للموضوع المقاومي. حبيت نوه بهذا الموضوع، بنرجع من كفة بعد ما يخلص. شو تعليقك حضرة المحافظ؟ تفضل. نعم ما بعرف سمعتوني كده عمول بتشكرك، وكأنه نحن عم نقرأ أفكار بعض. أنا معك باللي عم بتقوله 100%. نعم يعني بتوافق بتوافق أنه تم قصف المعبر تم قصف المعبر لعدم أنه تكون هذه الحرب بوابة لحل أزمة النزوح، يعني لا عرقلة عودة النازحين السوريين إلى سوريا، كرمال هيك تم قصف المعبر، يعني بتأيد على هذه النظرية؟ نعم أكيد. ما بعرف إذا كنتم تسمعوني عم أقول كان وكأنه ضيفك الكريم عم يقرأ أفكاري، يعني أنا وياه على نفس الموجه ونفس الأفكار، وأنا معه 100% بالشيء اللي عم بيقوله، وواضحة القصة. اليوم أنت وقت اللي بتفكر أو بتقصف وبتقطع المعبر اللي رجع منه أكثر من 200 ألف نازح، فكمان هذا سؤال كتير كبير يسأل، كمان واضح أنه مطلوب هؤلاء ما يرجعوا على بلادهم. وهذه جريمه بحق لبنان وبحق سوريا وبحق الشعب اللبناني والشعب السوري. هون موضوع منه مثل ما البعض بيحاول ياخذه الى محلات ثانيه. لا، اليوم في عندك شعب عريق، شعب متجذر بالتاريخ اسمه الشعب العربي السوري، عنده حضاره عمرها الاف السنين. انت اليوم عم تسلبه هويته، عم تسلبه تاريخه، عم تسلبه كرامته بانه تخليه بمخيمات الذل بلبنان من اجل كرتونه اعاشه وشويه مساعدات، بالوقت اللي هو جاي من هو شعب عريق عنده، عم تسلبه هذه الهوية، عم تسلبه هذا التاريخ، عم بتغير حتى بالمدارس عم تغير له تاريخه وعم تعلمه تاريخ بلد آخر، عم تمحي له هذه الذاكرة الجماعية لهذا الشعب. هذه جريمة بحق الشعب السوري وبحق الشعب اللبناني أيضا. طيب إذا بدنا نعتبر أنه فعلا تم قصف المعبر فقط لمنع السوريين أو لعرقلة إيجاد حل لملف النازحين بلبنان، ولكن تم قصف الطريق ولكن ما تم تسكير المعبر، بمعنى أنه في أشخاص لا يزالون يمرون عبر هذا المعبر محل ما في القصف، في سيارة أخرى بتمشي مشي لتقطع الجورة اللي خلفتها الغارة الإسرائيلية وترجع سيارة بتاخدك بعد ما تكون قطعت سيرا هذه البقعة أو الرقعة التي قصفتها إسرائيل. يعني كيف بيكون عم بعرق له فعليا اذا انت قادر بس تمشي وبعدها سياره اخرى تلاقيك من ثاني ميله؟ يعني بس نحن اليوم يعني عرقله العوده، صار في كثير ناس بيخافوا من سلوك من سلك هذه الطريق. اليوم انت ما بقى في امكانيه تكون عم تبعت باصات من نازحين بيرغبوا هن بالعوده الى سوريا، يعني صارت الامور لوجستيا تعقدت وتعرقلت. اكيد بعدها في امكانيه حتى فين يروحوا عبر معابر غير شرعيه او فين يلتفوا حول الحدود ضلوا مكفيين مشي، ولكن انت عم الخوف زرعت لهم الخوف انه يكون في قصف انه مرئي. صحيح. طيب قبل ما نختم معك حضرة المحافظ، كنا عم نحكي دائما عن مناشداتك لعودة النازحين السوريين إلى سوريا بما أنه صار في عدة مناطق آمنة بسوريا، هل هذه النداءات بدأت تأخذ صدى إيجابي على أرض الواقع؟ بغض النظر عم تقول لي أنه في تجاوب أكثر بهالفترة، ولكن على أرض الواقع بلشت تحس أنه هذه النداءات وهذه الصرخات بلشت تنعكس وتترجم على أرض الواقع بخطوات عملية؟ نعم، أنا صراحة لا أدعي إنه صرختي أو نداءاتي هي اللي بترجعنا وهي اللي رجعتهم، حكما الأوضاع الأمنية بلبنان البشعة وكل يعني اللي عم نعاني بلبنان
كان احد الاسباب الاساسيه او سبب اساسي بعوده الرقم الكثير كبير اللي صار بفتره كثير قليله الى سوريا. وانا بهنيهم بالسلامه وبحييهم على موقفهم انهم عادوا الى بلادهم. ونحن هون بالاشاره انه جميع المقيمين بلبنان اللي عندهم اقامات شرعيه اهلا وميت سهلا فيهم، حتى اللي غادر اذا بحب يرجع لبنان بشكل نظامي ميت اهلا وسهلا فيه، ولكن اللي عنده صفه النازح سقطت عنه صفة النزوح بمجرد ما دخل الأراضي السورية. فالعودة إلى لبنان لا يمكن أن تكون كنازحين من أول وجديد للي غادروا، ولكن فيهم يرجعوا كزائرين أو بحكم إقامات هذا القانون اللبناني. وبنفس الوقت يعني من المؤسف أنه يعني يكون الحرب هي تكون السبب، ما يكون الموضوع كان خارج إطار الأعمال الحربية اللي عم يشهدها لبنان. ونحن مرة تانية برجع بقول نحن اليوم مش أولويتنا عودة النازحين السوريين على أهميتها، نحن اليوم أهميتها أولويتنا هي الحرب الدائرة، هي حماية الناس، هي إنقاذ الناس اللي تحت الأنقاض، إيصال المساعدات والمستلزمات لجميع النازحين المنتشرين على كل الأراضي اللبنانية. مرة تانية بنقول حتى النازحين اللبنانيين أو أي ناس من أي جنسية كانت موجودين على الأراضي اللبنانية، هذه مسؤوليتنا وأمانة بأعناقنا أن نحافظ على حياتهم وكمان نوفر لهم اللي فينا نوفر لهم إياه. ولكن هم نرجع نقول نحن علينا ضغط هائل، يعني نحن مع اللبنانيين مش عم نلحق لحتى نقدر نوقف حدهم بالشكل اللازم ونقدر نوصل لهم كل المستلزمات اللي بحاجة لها. فكيف الحال بزيادة عبء إضافي أن النازحين السوريين اللي بلدهم آمنوا فيهم يرجعوا عليه ساعة يلي بدهم وبكل أمان وما في أي شيء هناك، لا في سلطات رح تلقي القبض عليهم أو أي شيء، لأنه أمثلة بمئات الألاف يلي راحوا ما حدا تعرض لهم بأي شيء، وسوريا آمنة. وقفوا حد الشعب اللبناني بأنه خففوا علينا هذا الضغط. بتمنى نداء هلا عبر الجديد لجميع النازحين السوريين موجودين بلبنان، ساعدونا وقفوا حد الشعب اللبناني بكل شيء عم نمرق فيه، خففوا عنا هيدا العبء وهيدا الضغط. حياتكم مسؤوليتنا انتم على الاراضي اللبنانيه، نحن مجبورين بكل مدني موجود على الاراضي اللبنانيه نكون عم نامن له الحمايه، ولكن نحن بظروف اكثر من استثنائيه. شكرا جزيلا لك محافظ بعلبك الهرمل بشير الخضر على هذه المداخله. برجع لك استاذ ماهر، خلينا هيك نبلش قبل ما نغوص بتفاصيل المستجدات. بعد مرور سنة ويوم على طوفان الأقصى، كيف بتقيم ما حصل موضوعيا علميا استنادا للمعطيات على أرض الواقع وليس استنادا ربما لحماسة معينة على أرض الواقع؟ اليوم المعطيات بتخليك تكون ممتن لما حصل أو بتحس كان في عدة مؤشرات كان لازم تتاخذ بعين الاعتبار؟ بالطبع غدي، نحن بحرب مستمرة مع هذا العدو وبصراع مستمر، أكان قبل السابع من تشرين أو بعد السابع من تشرين. الناس يمكن والرأي العام طوال سنوات لم تكن تتابع ما يحصل في فلسطين وتحديدا ما يحصل في غزة والضفة، وبدأت تتابع أكثر بعد السابع من تشرين بعملية التبادل الأسرى الأولى. كنت عم تابع أنا بالإعلام، كانت الناس عم تستغرب أنه في طفل عمره 13 سنة غزاوي ظهر بتبادل الأسرى، تفاجأ أنه هذا الطفل له سنتين معتقل، يعني كان عمره 12 أو 11 سنة لما اعتقلوه. العالم فعليا ما كانت متابعة، وهول الحرب وهول الدمار يجعلها تقول أنه الأثمان باهظة بعد السابع من تشرين. وأنا أؤيد هذا الموضوع من دون أي مكابرة ومن دون ما نبيع الناس شعارات، هذه الحرب كانت أثمانة باهظة، نحن دفعنا أثمان كبيرة من أبناء شعبنا، عدد كبير من الشهداء، دمار غزة، اليوم دمار جزء من لبنان، جنوب لبنان، الضاحية الجنوبية، البقاع، هناك شهداء، ولكن الصراع مع هذا العدو هو مستمر، وكلفة التحرر والتحرير كلفة باهظة، نحن ندفع ضريبة أن هذا المشروع اليهودي أتى إلى بلادنا، أتى إلى جزء من بلادنا، إلى فلسطين، وقرر أن يستوطن فيها، وقرر أن يؤمن لنفسه البقاء من خلال استهداف كل من يريد أن يعترض على هذا الموضوع. ولكن أهمية السابع من تشرين أنها العملية بحد ذاتها قالت لكل أحرار العالم ولكل مشاريع الاحتلالات في هذا العالم أنه مهما مر من وقت سيكون هناك ردة فعل وسيكون هناك سعي دائم من أجل تحرير الأرض. هذه الكلفة اليوم دفعنا نحن 50,000 شهيد بسنة، ولكن خلال
30 سنة يمكن دافعين أكثر من 50,000 شهيد، خلال 72 عام على الأكيد دافعين أكثر من 100 و150 و200,000 شهيد، وبالتالي الصراع مع هذا العدو هو صراع مكلف. مش المقاومة قالت للناس أنا عم بعمل فعل لقتلكن، وجود هذا العدو هو خطر على حياتنا، والصراع معه هو صراع وجود وليس صراع حدود. مش إذا نحن اليوم example ما أطلقنا النار من لبنان هذا العدو حيتركنا وشأننا. هذا العدو يعتبر أنه وجودنا في لبنان، في غزة، في الضفة، في الجولان، في العراق، وأيضا بجبهات الأسناد باليمن وغيره، بيعتبر أنه هذا الموضوع يؤثر على وجوده ويشكل خطر على بقائه. واليوم طلع رئيس حكومة بهذا الكيان هو بنيامين نتنياهو يريد أن يقدم نفسه على أنه المؤسس الثاني للدولة اليهودية، والمؤسس الثاني يجب أن يضمن بقاء هذه الدولة أكثر ما ضمن بقاء بن غوريون عندما أسسها عام 48. وبالتالي نحن نخوض اليوم الصراع مع هذه الدولة الزائلة ومع هذا المشروع الذي يريد أن يقول به نتنياهو أنني قضيت على كل مشاريع الاعتراض على بقاء هذه الدولة في محيطها وفي دول الطوق وفي الكيانات والمعترضة من أبناء شعبنا أكان بغزة أو ب أو بلبنان أو بالعراق أو بالجولان، كل المعترضين يجب سحقهم من أجل بقاء هذه الدولة. خلينا نمشي هون نقطة نقطة. ومن يقاتل هذا العدو نقطة تحديداً، عم تقول أنه بعد سنة تبين بأنه هذه القضية رجع العالم يتفاعل مع أكثر، العالم فهمت أكثر مين ظالم مين مظلوم، فهمت أداء العدو الإسرائيلي قادر على تنفيذ عدوان همجي وحشي عشوائي على مدنيين سواء بغزة أو بلبنان. بالمقابل هذا ما فينا ننسى الضفة، لا طبعا الضفة، ولا بنحكي أكثر قدام ممكن يكون في مشروع للتوجه أكثر إلى الضفة، ولكن هذا الدعم الشعبي العالمي رغم كل القمع ظل موجود، وصار أكثر يكون في مظاهرات بمختلف البلدان، ولكن هذا الدعم كيف بعدين بيترجم؟ يعني هلأ اعتبر صار في تسوية معينة، توقف إطلاق النار بغزة وتوقف بلبنان، هذا الدعم الشعبي العالمي قدي ممكن بعدين يقدر ينعكس إيجابا على القضية الفلسطينية؟ اليوم أنا بقول شغلي، دايما لما يطلعوا لبنان بعض المعارضين لفكرة المقاومة بعيدا عن النقاش السياسي الحاصل، كل المعارضين لفكرة المقاومة بيقولوا لك نحن نريد أن نكون عايشين بأمان، بدنا نعيش مثل ما بيعيشوا بباريس وببلجيكا ومثل ما بيعيشوا بالسويد ومثل ما بيعيشوا ببوسطن ومثل ما بيعيشوا بنيويورك. طيب عال احنا بدنا نعمل دولة مثلهم ما فيها فساد، رغم أنه عندهم دولة بتمشي على الإشارة الحمراء، دولة نسبة النمو فيها عالية، مدخول المواطن عالي، عايش بأمان، عارف حاله قادر ربي أولاده ويبعتهم على الجامعة. طيب لما نتمثل فيهم هيك، وأنا مع مش ضد، أنا مع أنه نعيش بأمان ونعيش باستقرار، لازم نعيش هيك، ولكن لما نتطلع نحن عليهم لناخذ منهم إيجابياتهم لازم أيضا نتطلع على جامعاتهم اليوم اللي هي تخرج قادة العالم ونخبة العالم. مختلف الجامعات الأمريكية والكندية والألمانية والفرنسية شهدت من معظم التلامذة والطلاب فيها مظاهرات نصرة لفلسطين. هول ما كانوا بيعرفوا فلسطين، اليوم لابسين كوفية حاطين حنظلة حاطين خريطة فلسطين، واليوم أيضا بعد من أسبوعين لورا باتوا يرفعون أعلام لبنان في الجامعات وفي ملاعب كرة القدم وفي الساحات وفي الميادين. ولذلك بس اللي هيدا الوعي المجتمعي العالمي كيف ممكن ينعكس بعدين لشكل، بس لنقدر نوضحها أكثر، كيف ممكن ينعكس هيدا الدعم المجتمعي العالمي، كيف ممكن يقدر يخليك توصل لمحل تقول أنه صح كان فيها هالقد خسائر بشرية، هالقد كان في شهداء، هالقد كان في جرحى، ولكن بالمقابل حصلت على دعم عالمي قدر يغير لي مسار الأمور بالمستقبل. كيف قادر يترجم هذا الدعم العالمي بشكل يشكل ضغط بالمستقبل تقول أنه الحمد لله صار طوفان الأقصى لحتى قدرنا ناخذ هيك نتيجة؟ هذا الرأي العام العالمي الذي يضغط على حكوماته، الذي يشارك بانتخابات تؤدي إلى تشكل الإدارات الغربية، رغم أنه منعرف أنه اللوبي اليهودي قوي وسيشكل هو هذه الإدارات، ولكن بات هناك أصوات اعتراض وبات هناك وعي. اليوم الأمريكي خلال كل الانتخابات الأمريكية التي حصلت سابقا كان يروح ينتخب على أساس التقديمات الاجتماعية وعلى أساس الراتب التقاعدي، اليوم حينتخب على هيدا الأساسات، ما تغير كتير شيء، ولكن حيعرف اليوم أنه هذه الإدارة تدعم دولة تقتل الأطفال. قبل بغياب السوشيال ميديا وبغياب الإعلام وبغياب هذا الوعي في الجامعات الأمريكية والغربية
كان هذا الموضوع تغيب الإدارات ويغيب الإعلام الموجه، ولذلك نحن ربحنا رأي عام في العالم يؤيد فكرة مقاومة هذا العدو، وهذه الفكرة أنا برأيي هي إحدى ثمرات طوفان الأقصى، ولولا طوفان الأقصى لما وصلنا إلى هنا. ولكن هذا الموضوع ما بيلغي غزة. مثلاً الانتخابات الأمريكية، سواء هذا سواء أخذوا خلال انتخاب بعين الاعتبار ما حصل في غزة، ولكن قدام ممكن يأثر، يعني مين ما وصل قدام ممكن مثلا يغير، خصوصا وأنه بنعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكثر الدول التي يمكن النظر إليها عندما نتحدث عن تغير دولة تجاه إسرائيل. مين ما وصل هلا بالانتخابات الأمريكية، قد ما وعي الشعب الأمريكي وبني على أساس ما حصل بغزة قراره الانتخابي، مين ما وصل على البيت الأبيض شو رح يتغير فعليا؟ أنا أؤمن بالعمل التراكمي، مهم الشعب يوعى، بس بقصد شو ممكن يأثر هذا الشيء على الأرض. بالعمل التراكمي وبتراكم النقاط مع مرور السنين، ما في شيء بيتغير بسنة وبسنتين، ولكن لما يعي الشعب الأمريكي وجزء منه على الأقل مش كله أنه التقديمات الاجتماعية تضعف بنسبة 50 مليار دولار أو 40 مليار دولار، هو ال 40 مليار دولار عم بيروحوا لمساعدات لجيوش منا جيش العدو، وهذه التقديمات عم بتقل راتبك التقاعدي مقابل دعمه، بيتحرك على أساسه بينتخب بسيناترز بالمجلس الشيوخ اللي بيشرعوا القوانين واللي بيوافقوا على هذه التقديمات على أساسه. هذا الموضوع بحاجة إلى وقت، أنا بس أريد أن أضيء على الوعي، والوعي يأتي بما يأتي عليه بفلسطين. إذا بدنا نعمل شوية كومباريزن منا كتير عادلة أو متشابهة، ولكن اللي كان يضرب حجارة اليوم عم يضرب كورنت وياسين، واللي هون كان عم يعترض بالشارع بكرة صار قادر ياخد قرار. نحن نراهن على الوقت ونعتبر أن الصراع مع هذا العدو هو صراع طويل، ولكن بمصيره بآخره نحن نرى النور يخرج من النفق. أوكي، قبل ما ننتقل لموضوع تاني خلينا نكمل إيجابيات الطوفان الأقصى. كنت لي أول إيجابية هي الوعي المجتمعي العالمي، تاني إيجابية وهي مهمة جدا غدي، نحن بطنا في هذا الصراع بكل الحروب السابقة، كنا هناك رميات صاروخية وعمليات للمقاومة، وهناك قصف من هذا العدو، يأتي الراعي الإقليمي أو الراعي الدولي بوساطة لوقف إطلاق النار. كانت الحروب والمعارك تحت إطار الليفل المستوى السياسي من الصراع، اليوم الصراع هو بمستوى الوجود أكبر من مستوى السياسي، وشفنا أنه كل الوساطات وكل المبادرات اللي خرج فيها من الرئيس الأمريكي إلى كل معظم الدول العربية اللي شاركت بهذه الوساطات فشلت. ليه؟ لأنه الصراع صار على المستوى الوجودي. الخطر الوجودي اللي سببه طوفان الأقصى على هذا العدو سيسبب ارتفاع بنسبة الهجرات المعاكسة، شفنا جزء منها خلال هذه الحرب، ولكن الكاميرات اليوم اللي كانت بتصور بغزة وبجنوب لبنان وبتصور بالإعلام ووقف اليوم فوق الحزمية على الضاحية عم بتصور كل هيدي، لو نحن نملك القرار كان لازم هيدي الكاميرات تكون بعد وقف اطلاق النار تتوجه إلى مطارات هذا العدو ببنغوريون وبغيره لتفرج نسبة الهجرات المعاكسة لمن بات يشعر أن فلسفة الأمن والأمان التي أتى بها والده وجده من أوروبا ومن الغرب إلى فلسطين المحتلة لازم إسرائيل تبين لك هيدي المشاهد سقطت. لازم إسرائيل بعيدا مين ما بده يبينه، نحن اليوم في أرقام في مراكز دراسات عبرية تقول أرقام اليوم خرج حوالي المليون. لا أفهم شو الرابط بين الكاميرات موجودة على محيط الضاحية وبين الموضوع، شو الكاميرات هي تشبيه هي ميتافور ما في رابط استعارة. أوكي بس عم اليوم المطارات الإسرائيلية مطارات هذا الكيان ستشهد على نسبة هجرات معاكسة، حأعطي رقمين غادي مهمين هون. اليوم في مليون حوالي المليون من المستوطنين خرجوا خلال هذه الحرب، جزء خرج منهم ببداية السفر ما قدر يرجع، وجزء خرج حوالي 262,000 خرج بداعي الهرب من الحرب لأنه ما بده يقعد بغشدان وبيعتبر أنه صار هذا المكان ربما سيتعرض للنيران وبدأ يتعرض للصواريخ بالفترة الأخيرة. 62,000 منهم غادي أو 63,000 منهم فضلوا الخروج من فلسطين، ظهروا من إيلات إلى العقبة في الأردن وظهروا بباسبوراتهم الأصلية وراحوا على أوكرانيا اللي هي مهددة كل مدنها بالاجتياح الروسي بين لحظة ولحظة، فضلوا الذهاب إلى أوكرانيا التي تتعرض للقصف وفيها خطر الموت كبير، ولكنه بقي بنظرهم ووجهة نظرهم أقل من خطر الموت بفلسطين، وبالتالي هذا الرقم يجب أن نقف عليه كثيرا. قبل 7 من تشرين
خلال من جانيوري من كانون الثاني إلى السادس من تشرين 2023 الأمن العام الإسرائيلي كان لا يصدر جوازات سفر للي عمرهم بين 18 والأربعين، لأنه هناك قرار كان من الحكومة بتقليص السفر، لأنه بعد عمليات الدهس والطعن ارتفعت نسبة الهجرات المعاكسة من 1% بقيت من 48 ل 2020 72 سنة، ارتفعت من 2020 ل 2023 بنسبة تقريبا 11 نقطة أو 12 نقطة، وبالتالي تيقنت حكومة العدو أنه هناك عملية هجرات معاكسة تحصل نتيجة شعور المستوطن بعدم الأمان، وبالتالي منعت الباسبورات وفرضت الرقابة العسكرية على الإعلام العبري رغم بعض التسريب اللي صار بالعبري ولم يترجم إلى الإنجليش واللغة الفرنسية والعربي، وحصل تضييق على موضوع الباسبورات، مش لأنه رياض سلامة عندهم ما عنده يحول لهم من دولار لشيكل، لا، لأنه في خطر وجودي فعلي يشعر به هذا الكيان. الخطر الكيان يرفض اليوم وقف إطلاق النار. واحدة من الأسباب اللي يرفضها نتنياهو هو مسألة انعكاس نتائج هذه الحرب وطوفان الأقصى على الداخل الإسرائيلي. طيب، عم تقلي تحديدا هودي الإيجابيات للطوفان الأقصى. البعض قد ينظر إلى هودي الإيجابيات ويقول لك بأنه صح العدو الإسرائيلي تأثر، تكبد خسائر معينة، آلاف الأشخاص هاجروا من فلسطين المحتلة، حيقولوا لك هالكلام، ولكن حيعتبروا بين ميزان الربح والخسارة، حيقولوا لك هل إيجابيات اللي حضرتك ذكرتهم بيستاهلوا كل هذا الدمار وكل هذا الدم وعدم التخطيط لكيفية الصمود بعد الدخول بالحرب؟ يعني ممكن ينظروا لك على الإيجابيات ويقولوا لك ايه معك حق، بس ممكن يجي حدا يقول لك بميزان الربح والخسارة هالإيجابيات ما بيبينوا قدام كل الخسائر يلي تكبدها الشعب الفلسطيني ويلي بلش تكبدها بشكل بارز الشعب اللبناني. نعيد غدي إلى النقطة الأولى. أنتوا هلأ عم تتابعوا بعد السابع من تشرين هذا الصراع، لازم تتابعوه خلال من 48 لهلأ. أنا ما عم أقول ولا أقبل أن يفهم المشاهد أننا نبرر أعداد الشهداء وأعداد الضحايا وأعداد الأطفال. من يتحمل هذه الجرائم هو من خرج من قواعد الاشتباك ومن استهدف المدنيين ومن استهدف مستشفى المعمداني ومن استهدف الشفاء ومن استهدف مدرسة التابعين. بس ما تفوت بحرب طبعا لا شيء يبرر العدوان الإسرائيلي، ولكن عندما تدخل بحرب لا يمكن توقع إلى أين تصل بك الأمور، وخصوصا مع عدوك العدو الإسرائيلي. كل معركة مع هذا العدو لديها أثمان، والمعركة مع العدو الإسرائيلي الذي يحاصر غزة منذ 17 عاما. بس لنوضح كم شغلة. أنت بتعرف أنه الكزبرة ممنوع تدخل، غدي اكزامبل صغير، ممنوع تدخل الى غزة، الشوكولا ممنوع يدخل الى غزة، الكتب كتب الساينس، نحن ما ندرس بالثالث والرابع ابتدائي بكتب الساينس بلبنان بالمدارس الرسمية والمدارس الخاصة، هي كتب مترجمة من كتب فرنسية او بريطانية او امريكية، هذه الكتب ممنوع ان تدخل وان تترجم في غزة، وبالتالي المظلومية اللي بيعيشها الكهل الغزاوي والطفل الغزاوي والمرأة الغزاوية هو بالنسبة لإلي، خلينا نحن نروح نسألهم، أنتم بتقبلوا أن تقوم المقاومة بمحاولات من أجل ردع هذا العدو وإيلام هذا العدو وأنه توجع هذا العدو، بتقبلوا ولا لا؟ أنا ما بدي أكون ملك أكثر من الملك، خلينا نسألهم، خلينا نشوف التفافهم حول المقاومة، خلينا النتيجة. خلينا نسأل اليوم الإعلام، شوف على السوشيال ميديا من قال من الغزاويين لا نريد المقاومة، جيب لي. أنا نحن ننظر الى الوقائع غدي، حدا من الغزاويين قبل ما نحن ننظر ونحن مش بغزه. هلا ما فيك تاخذ سوشيال ميديا معيار، لانه في عده اشخاص سالوا هل كنتم مع ما فعلته حماس، كان في كتير تعليقات، ولكن ما فيك تعرف حتى اذا هالتعليقات ممكن تكون اسرائيليه، ممكن تكون، يعني ما فيك تحصي على السوشيال ميديا. لكن انا التقيت بعائلات غدي، التقيت بعائلات خرجت من غزه وجاب الدكتور أبو ستة إلى لبنان من أجل أن تعالج، بعضها فقد أطرافه، بعضها فقد عينه، بعضها فقد تغيرت حياته نتيجة يعني الإعاقة الجسدية اللي حصلت معه. أنا سألتهم، قعدت معهم، ما كان في لا كاميرات ولا غيره، أنتوا شو بتعتبروا هذه المقاومة فعلت؟ غشتكم حماس؟ ورطتكم؟ أخذتكم على الموت بإجرية ولا لا؟ هول الناس بيعتبروا أنه إذا هن بكامل قواهم الجسدية عائدون إلى غزة للانخراط مع هذه المقاومة. اليوم في 25 ألف يتيم بغزة، بس 25 ألف يتيم، في 25 ألف حضرتك مشروع مقاوم في غزة. هون في نقطة حضرتك شوي منا منطقية. نعم. أوكي. طبعا الكل يجمع معك على وحشية العدو الإسرائيلي، ف
بالمقابل وقت تيجي تقلي انه تلاقيت بشخص انصاب وبعده مستعد يروح على القتال وتيجي تعمم لي هيدا المشهد الأطفال. لا وتقلي وكأنه بغزة ما في حدا ضد اللي عملته حماس وكأنك عم تقلي بلبنان ما في حدا ضد اللي ضد دخول حزب الله بجبهة الإسناد. يعني ما فيك تاخد انت شخص او عينة او شريحة تطبقها على الكل. يعني هول تلاقيت فيهم لا يعبرون عن كل الأشخاص لا يعبرون عن كل غزة. ولكن ايضا بدي احكي شغلي. ولا مرة غدي كانت المقاومات في عليها اجماع. دائما اوقات الاقليات هي من تقاوم. هلا مساء بانه بلبنان المقاومه وبيئتها منن اقليه وبغزه المقاومه وبيئتها منن اقليه. ولكن انا بعيدا عن الاسماء بس مش بس البيئه وبعيدا عن الاستطلاع أوقات وبعيدا عن حدا يجي يقول لك الراي بالبلد لا يقاس فقط بطوائف. يعني ممكن يكون طائفه معينه صح فيها اكثر من راي. أوكي. يعني قد يكون انت بدل ما تبحث عن مين أكترية ومين لا مواجهة يجب أن تبحث العدو. بمحل معين بعيداً. مين مع الدخول بالحرب ومين أوكي. ضد غدي بعيدا عن موضوع الأراء هل مواجهة هذا العدو هي مشروع حق لهذه المقاومة ولا لا؟ خلينا نقيسها هون. هذا العدو الذي يحاصر الذي يقتل هل نحن من حقنا أن نواجهه؟ هل هذه الأرض التي احتلها هي أرضه ولا أرضنا؟ نحن نلعب على أرضنا ولا نحن رحنا اعتدينا على دولة تانية؟ خلينا نجاوب على هاي الأجوبة. بعتقد هذه إجابات وأسئلة واضحة. الكل يقول لك من حقك طبعا مقاومة الطغيان وأنتوا أشددتوا على هذه العبارة بأنه 27 صار عنوان للصمود ولا مكافحة الظلم والطغيان. ولكن حتى ما يؤيدك على هذا على هذه النقطة بيقول لك أنه لما بدك تدخل بحرب لو أنت محق بمطلبك وبهدفك ولكن لازم تقدر تشوف تداعيات هذه الحرب وإذا أنت قادر تتحمل ولو نسبة بسيطة منها من تداعيات هذه الحرب بالنسبة للإيواء بالنسبة لصمود الدولة. خلينا نعمل مقارنة. هذا هو يمكن التناقض اللي موجود أو نقطة الخلاف. خلينا نعمل مقارنة صغيرة غدي. دائما الإسرائيلي يضمر مشاريع معينة ومخططات معينة ويذهب إلى تنفيذها ويجعل الإعلام بعض الإعلام الغربي والعربي أنه يحمل المسؤولية للمقاومة. تعال ناخذ 2006 عملية أسر صارت بالجنوب أسرت عدد من العسكر الإسرائيلي. صار قبل عملية أسر وصار قبل أثناء الاحتلال عملية أسر أخرى لم تؤدي إلى حرب وإلى معارك طاحنة. إجا الإعلام بعد حرب تموز ليحمل المقاومة لأن أسرت وأرادت تحرير الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين من السجون حملتها هي مسؤولية الدمار والخراب بينما كان يمكن لهذا العدو الذي يعلم أنه لن يحصل الأسرى إلا بالتفاوض أنه ما يعمل كل هالحرب ولكن كان هناك مخطط لتدمير لبنان ولمحاولة سحق المقاومة وإجاء الحرب. وبالتالي أنا لا أحمل المقاومة 1% من مسؤولية ما حصل وإنما أحمل أولا المجتمع الدولي وهذا العدو المجرم مسؤولية كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبها التي كان يمكن له من أجل أن يخلص الأسرى مثل ما هو رفع شعار أنه أريد تحرير الأسرى من خلال هذه العملية العسكرية وهو كان بيعرف وكل ضباطه السابقين ورؤساء الأركان السابقين ومراكز دراسات عنده قالت له لن تستطيع تحريرهم إلا من خلال مفاوضات وقالت المقاومة بوضوح هذا الموضوع تفضل إلى مفاوضات وخلصهم وإنما هو لديه مشروع أولا تهجيري لأهل أبناء شعبنا بغزة إلى سيناء كان عنده مشروع القضاء على المقاومة ولذلك هو دخل بهذه الحرب ولا يمكن ولا أقبل ولا أوافق على تحميل المقاومة مسؤولية هذا الأمر. طيب. رغم ذلك يجب أن نشدد غدي أنه نحن لا نقول أننا لم نألم من ما يحصل من هذه المشاهد. اليوم ندفع ثمن في لبنان ودفعنا ثمن باهظ بغزة ونحن نتألم على كل طفل راح وعلى كل شيخ راح وعلى كل امرأة راحت وعلى كل مستشفى. واليوم جميع اللبنانيين يعني تداعيات ما يحصل هذا الموضوع مؤلم. أنا كل ما أقوله لا أبرر ألم الناس ولكن أنا أقول أنه هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته المجرم ومن يغطيه. طيب إذا دائما نفس التبرير لأنه يعني المشهد بالبلد صار ممل لدرجة أنه صار لنا سنة موقفين ثابتين. حدا بيقول لك يا ريت ما فتت بالحرب ما كنا وصلنا لهون وحدا بيقول لك حتى لو ما فت على الحرب الإسرائيليين كانوا جايين علينا. موقفين ثابتين ما حدا مستعد يغير بهالجوابين اللي صرنا عم نسمعهم السنة من دون أي تعديل فيهم.
هلا الشخص يلي بيجي بيقول لك انه لو ما دخلت الحرب ما كنا وصلنا لهون، عنده تبرير واحد بيجي بيقول لك انه صح يمكن كانوا حيهجموا علينا، ننطرهم ليهجموا. يعني اليوم شو فرقت؟ اليوم وصلوا قصفوا عده مناطق، نفذوا عده اغتيالات، لاعطيناهم الذريعه بالوقت يلي فينا ننطرهم، اذا نفذوهم نتصدى لهم. يعني شو كانت النتيجه حتختلف يا عمي؟ شو كانت النتيجة؟ أنا ما بدي فوت غادي بسجال مع أحد. لا بدنا نفوت لحتى باللي عم يعطي رأيه وبدي أقول له شيء. النظر تتوضح. أنا مش حفوت بسجال وأقعد خون، وأنا بالنسبة لإلي ما بدي خون حدا، وما بدي أطلق الشعارات العمالة وعلى بعض الأشخاص اللي عم أولاً عم ببرروا ما تفعله إسرائيل. ليش وأولاً لما يقولوا هيك عم بحبر عم ببرروا؟ المقاومة مسؤولية. أنا بدي أقول ليه دايماً بس يقولوا لك وجهة نظرهم بالنوايا السليمة، عم ببرروا للعدو. بدي روح معهم بالنوايا السليمة. هذا العدو ب 82 وصل إلى بيروت، كان فيه بذور لهذه المقاومة، ولكن لم تكن المقاومة لا بتحمل صواريخ دقيقة ولا تشكل خطر وجودي على هذا العدو. لنحكي الأمور مثل ما هي. ب82 لا كانت قادرة المقاومة تفللهم من كريات شمونة، ولا كانت قادرة تصيب حيفا، ولا قادرة تصيب تل أبيب. ما كان في خطر وجودي على هذا العدو، وما كان في عنده ذريعة، وهو دخل إلى لبنان لأنه لديه مطامع دائمة بلبنان. اليوم هذا العدو إذا أنا بدي أجي أقول لهم انه لو لم يكن هناك تحرك بجبهه اسناب ب 28 ما كان هجم علينا، انا بكون كذاب وما بكون منطقي. واذا هو بده يقول لي انه هذا العدو كان حيحيدك بهذه المعركه عندما ينتهي من بنك اهدافه بغزه، انا كمان بدي اعتبره عم يضحك علي. وبالتالي ما فعلته المقاومه هذا ما لازم انه نحكي فيه. اولا بوجود سماحه السيد حسن نصر الله كانت المقاومة تسير على قواعد اشتباك. لماذا غادي؟ لا بدنا نحكي بكام بقواعد الاشتباك. شو يعني قواعد اشتباك؟ المقاومة إلى يومين عم تضرب حيفا بصواريخ باليستية، وكان فيها من أول لحظة تعملها وبصليات أكبر من هيك، وكان فيها تستهدف المستوطنين أو هو بسميهم مدنيين من أجل هذا الموضوع. ولكن ليه المقاومة لم تفعل هذا الموضوع؟ لأنها أرادت تحييد المدنيين في لبنان وتحييد العاصمة، وبالتالي المقاومة ذهبت بقواعد اشتباك من أجل حماية الداخل اللبناني. أنا بدي أعترف أن هذه المقاومة طوال 11 شهر قضمت الغيظ ولم تذهب إلى هذه المواجهة المفتوحة من أجل حماية لبنان، وهذا الأمر لا يجب أن نتابع الحديث. ولكن خلينا ننتقل للقاء كتلة الاعتدال مع النائب سجيع عطية يلي التقيوا النائب فريد هيكل الخازن. مش معلات بيدك ايش بعمل؟ ديني بيعطي الاوكي لنبلش. تفضل اوكي. يسعد مساكم. بداية نشكر التكتل الوطني المستقل على استقبالنا لنا وعلى التباحث بكل موضوعية وواقعية للمعطيات الجديدة بخصوص رئيس الجمهورية. نحن اليوم كتكتل الاعتدال الوطني استكمالا لجولاتنا السابقه وللتواصل مع اغلب الكتل او معظم الكتل النيابيه بالبلد لجص النبض ولاعاده استنهاض هذا الملف، خاصه بعد المبادره اللي اطلقها رئيس تبيح غيري دوله رئيس نجيب ميقاتي. بالحقيقه اليوم نحن بامس الحاجه للانتخاب رئيس يكون جامع يكون حكم. نحن بلدنا مثل ما بتعرفوا عم بيعاني مأساة كبيرة من الاستهداف العدواني والمجازر اللي عم ترتكبها إسرائيل بلبنان. نحن اليوم كتكتلات بتجمعنا كثير من النواحي الاعتدال والوسطية والعلاقة والهم الوطني، كان لابد من أن نتلاقى نبحث بكل صراحة وبكل محبة. والحقيقة هذا الاجتماع انتابه كثير من الإيجابية، حكينا بمواضيع بتهم البلد على كل المستويات، تم البحث بموضوع الحرب بالجنوب بالنازحين بانتخاب رئاسي بشكل أساسي، اتفقنا على التواصل الدائم، اتفقنا على التعاون الدائم. بعتقد لبنان بحاجة للكل يتحمل هالمسؤولية الوطنية لخدمة لبنان، وإن شاء الله بأسرع وقت ممكن بتعاون المخلصين والمحبين بيكون عندنا رئيس للبلد. شو الخلاصة أستاذ سجية؟ خلاصة طبعا الزيارة طبعا يتفضل بيحكيها الشيخ فريد. ما أنت كانت خلص هو بيحكي باسمي. يعني أول شيء منرحب بكتلة الاعتدال ونشكرهم، نشكرهم مش بس على الزيارة، نشكرهم على الحراك الوطني اللي عم بيقوموا فيه كمجموعة نواب
معتدلين، حريصين على المصلحة الوطنية، حريصين على توسيع المساحة المشتركة في لبنان والمساحة المعتدلة بين القوى السياسية اللي هي وحدة ممكن تأمن الوحدة الوطنية والتضامن الوطني في هذا الظرف الصعب اللي عم يمر فيه البلد. للحقيقة الوضع صعب كتير، الوضع حرج كتير، لبنان يمر بمرحلة مصيرية، ولابد من أن يكون هناك قوى سياسية وكتل نيابية وزملاء يجولون ويؤمنون التواصل بين الكتل النيابية لتأمين حد أدنى من التوافق على ما ينقذ لبنان. ماذا ينقذ لبنان؟ ما ينقذ لبنان هو طبعا وقف إطلاق النار، طبعا تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1401، وأيضا الاستحقاقات، إجراء الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. فتم البحث حقيقة بشكل جدي شو هي المخارج، شو الإمكانيات المتاحة، مين الممكن وبأي طريقة ممكن نقدر نوصل إلى إيجاد حلول للبلد. طبعا المخارج في جزء كبير منه خارجي مرهون بالمفاوضات اللي عم بديرها الحكومة اللبنانية، اللي عم بديرها رئيس مجلس النواب لوقف إطلاق النار. هيدا أساس، مش أساس، هيدا يعني بداية أي حل. وتطبيق القرارات الدولية اللي حكينا عنها على رأسها 1701، وانتخاب إمكانية انتخاب رئيس جمهورية. انحكى بكل شيء، انحكى بكيفية الخروج من الأزمة، كيف وبأي طريقة ومع مين وشو، وهل يعني قادرين نقطع الاستحقاق هلا ولا مش قادرين نقطعه. طبعا الرغبة موجودة وبإصرار عند زملائنا وعنا وعند اللي حكينا نحن وياهم بالاجتماع، فعلا انه ضرورة انتخاب رئيس جمهورية وبأسرع وقت ممكن. ومثل ما بتعرفوا إن انا كمان كنت عند صاحب الغبطة اليوم وموقفه يعني 100% متطابق مع المواقف اللي يخلينا الزملاء ويخلينا نحن بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن. شيخ سليم نعيم قاسم اليوم حط الخط العريض وقال ما في أي تفصيل آخر قبل وقف إطلاق النار. يعني كل هالأحاديث اللي عم بتصير عن أهمية انتخاب رئيس الجمهورية بدنا نحطها على جنب اليوم، لأنه طلب منا إنه بدنا نعمل وقف إطلاق النار قبل ما نحكي بأي شيء. في هذه مسألة فيها نقاش عميق جدا، إنه لأنه رئاسة الجمهورية ممكن هي تكون مدخل أيضا لوقف إطلاق النار. أنا أعتقد إنه الشيخ نعيم لما قال أول شيء وقف إطلاق النار لأنه عم يجاوب على فصل مسار غزة ومسار الجنوب، عم يحكي عن تطبيق 1701، عم يحكي عن إعادة تموضع حزب الله بالحدود الجنوبية من لبنان، عم بيقول كل هودي بدايتهم وقف إطلاق النار. السؤال هل الانتخابات الرئاسية تعيق وقف إطلاق النار أو تسهل أو تساهم في تحقيق وقف إطلاق النار؟ هيدا الزملاء كله عم بيقول لا، نحن لازم نروح انتخابات رئاسية. شيخ فريد، هل التضامن الوطني المطلوب اليوم في ظل يعني بالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية، حضرتكم تكتل عندكم مرشح لرئاسة الجمهورية، ممكن هالتضامن اللي عم تحكوا عنه يؤدي إلى إمكانية سحب ترشيح مرشحكم والوصول إلى مرشح وفائي؟ الوزير الفرنجي كان واضح امبارح بهالسؤال اللي سألته حضرتك. الوزير الفرنجي لا يزال مرشح، ولكن الوزير الفرنجي إذا في توافق على رئيس ما، على شخصية ما تجمع لبنان، هو لن يعيق هذا التوافق. ما برأيك هذه الشخصية؟ اليوم ما برأيك هذه الشخصية؟ لو بعرف كنا نزلنا على المجلس. لا حضرتك لا يعني ما هذا البحث، يعني الإخوان كلهم عم بيشتغلوا. ممكن يكون حضرتك؟ كلنا عم نشتغل.
أنا الحمد لله لاني مرشح ولاني طامح، ماروني إيه ولبناني نعم، ولكن أنا ماني مرشح. شكرا شكرا. ميرسي شكرا. إذا استمعنا إلى هذا المؤتمر الصحفي لكتلة الاعتدال وأيضا للنائب فريد الخازن الذي ألقى تصريحا. بدي أرجع لك لننتقل شوي على الشق الداخلي بعد ما حكينا هيك عن موضوع غزة، وبعد مرور عام نرجع على مثل ما قلت لك على نفس الرأيان الموجودين، ما حدا مستعد يلين موقفه تجاه بداية هذه الحرب على الأنين بنفس النقطة، وآخر شيء بنلجأ على عملية التخوين المتبادل. صح. فخلينا ننتقل على الأمور اللي عم تتحرك أكثر، يلي هي الأمور الداخلية بما يتعلق بالشأن الرئاسي. كيف بتشوف هذا الحراك يلي صار، وحتى التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يكون توافقي، والحديث الرسمي بما معناه هو فصل الجبهتين والاتيان برئيس توافقي؟ غادي أولا أنا حقول موقف الحزب بهذا الموضوع. نحن مع انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، هذا بالعام، وهذا الرئيس مواصفاته بالنسبة لنا معروفة، رئيس يؤيد المقاومة ويحضنا، رئيس يؤمن أفضل العلاقات مع المحيط العربي وأفضل العلاقات المميزة مع الشام مع سوريا، ورئيس يحمل بجعبته مشروع اقتصادي إنقاذي مبني على مكافحة الفساد من أجل إخراج لبنان من الأزمة، وأول خطوة بهذا الإطار هي إعادة الودائع للمودعين من كل الجنسيات وليس فقط المودعين اللبنانيين. بس رئيس يحمي ظهر المقاومة، كيف هذا الرئيس بده توصله شرائح أو كتل عم بتقلك أنه لا نريد أي رئيس يكون بما معناه مؤيد أو رأيه هالقد بيتوافق مع المقاومة؟ كيف بدك تلاقي هذا الرئيس التوافقي بشكل يجمع الاثنين ويجمع الرأيين المتخاصمين بالبلد؟ هلأ هني ما قدروا، أكيد أنا مش حقدر أطلع بطرح هيك، ولكن خلينا نقول أنه دعوة الرئيس بري ودعوة مختلف الأفريقاء، يعني اللي دعوا للحوار تحت مظلة عين التينة أو تحت أي مظلة وطنية يرتضي بها الجميع، خلينا نروح على طاولة حوار لتبديد الهواجس، للخروج بورقة، وربما هذه القبول بالجلوس على طاولة حوار يكون مقدمة لهذا الموضوع. بس اللي أهم منه غدي، وأنا هون بدي أحكي معلومة بهالإطار، اعتقد البعض أنه بعد اغتيال سماحة السيد نصر الله يمكن الذهاب نحو تطبيق مشاريع كان صعب أن تتطبق بوجوده، لأنهم اعتقدوا أن هذه المقاومة منهارة ببنيتها العسكرية والسياسية وغيره، ونحن خلينا نقدر نروح نلعب بهذا الوقت الضايع من أجل إخراج مشهد يريده البعض. أنا حمرق معلومي بهذا الإطار، تم الاتفاق بين أكثر من جهة أن يرجأ موضوع البحث الجدي بموضوع رئاسة الجمهورية إلى ما بعد وقف العدوان الصهيوني الهمجي على لبنان اللي بسميه البعض وقف إطلاق نار. ليش عم بيعولوا على خسارة حزب الله يعني؟ هلأ بدهم يعولوا على خسارة المقاومة أو ما يعولوا هذا شأنهم، أنا ما بدي روح معهم بسقف من التحدي، نحن مش رايحين نتحدى أبناء شعبنا ولو كانوا ضدنا هني بهذه المعركة. أنا بدي أقول لهم انتظروا جلاء المشهد، وأنا أستطيع أن أؤكد أنه المشهد لن ينتهي كما يعتقد الإسرائيلي، لن يكون هناك في قضاء على المقاومة. بس أنت شو معلوماتك؟ أنا قدمت معلومة أجزم أنه لن يكون هناك في طرح جدي ولا في جلسات جدية لا رئاسة الجمهورية تحت النار، هذا الموضوع مرفوض وتم التوافق عليه وصار وراء ظهرنا. اوكي، يعني هلا في فريق لبناني او عده افرقاء لبنانيين بدهم ينطروا لحتى يكون في رئيس جمهوريه بعد الحرب، لحتى هن معولين على حزب الله، هيدا هو معلومه، هيدا هي معلومتك انه يريدون عرقله الاستحقاق الى حين نهايه الحرب؟ اقدم هذه المعلومه، لن نقبل ولن يكون هناك بحث جدي بموضوع رئاسة الجمهورية تحت النار،
هذا الموضوع يجب أن يبحث عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار. يعني أنتوا وياهم نفس الشيء عم تقول، يعني أنتوا كمان عندكم هالمطلب، هني عم بيقولوا، عم تقول معلوماتك بتأكد أنه بدهم يأجلوا الاستحقاق لحد ما تنتهي الحرب، وعم تقول أنه أنتوا كمان بدكم هذا المطلب. لا، أنا عم أدي معلومة، لأنه ما قبل، يعني ما بعد اغتيال سماحة السيد مباشرة شفنا مؤشرات تقول أنه ذاهبين إلى جلسات رئاسية وعم نفتش على مرشحين توافقيين. كتير منيح، هذا الأمر جيد، ولكن كان لازم يحصل قبل الحرب، وما في فريق قبل يجي على طاولة الحوار، كلهم عرقلوا بشكل مباشر أو غير مباشر. ما حدا بيجي تحت النار الإسرائيلية وبيفرض رئيس جمهورية على لبنان. نحن هلأ مش بتناول. ما أنت عم تقول إنه ما بدهم يفرضوا تحت النار، بس لحتى أفهم الفكرة، أنت عم تقول إنه هني بدهم يأجلوا. في فريقين، في فريق حليف للمقاومة وفي فريق يلعب في ملعب آخر. أوكي. هذا الفريق الذي يلعب في ملعب آخر يسعى اليوم تحت النار لمحاولة إيجاد سبل ومغريات من أجل الذهاب نحو جلسة تنتج رئيس جمهورية ما. هذا الوضع لن يمر لا بوجود هذا المجلس ولا بمجلس جديد بعدين. تحت النار لا يمكن الذهاب إلى رئيس جمهورية. أعيد وأكرر مرة تانية، نحن هلأ مش بـ 82، لا إذا بتقدروا حتعملوها، لا إذا بدكن حتعملوها لأنه ما بتقدروا، ولا نحن هنخليكن تعملوها. هذا الموضوع خليه على جنب لما بعد وقف اطلاق النار، حتى يكون هناك حوار على اكثر من ملف. رئيس جمهورية منه شخص نجي من قعده على الكرسي، هو مشروع يجب ان نتوافق جميعا عليه. ما حدا عم يلغيكم وما حدا بده يلغيكم، الكل طالب يتوافق معكم. وكان يمكن للرئيس بري قبل الحرب بكتير بالتوافق مع حزب الله، بالتوافق مع الوزير بسيل، بالتوافق مع الوزير فرنجية، يروح على جلسة بمرشح معين ونقدر نوصل لحل بإغراء بعض الكتل السياسية اللي اليوم كنا عم نشوف بعضها عم بصرح قبل شوي هون على شاشة الجديد. ولكن الجميع كان حريص على أنه يكون هناك توافق وطني، ولا نزال نحن حريصون على أن يكون هناك توافق وطني على موضوع الرئاسي. ولذلك لا أحد يضغط من أجل أن يكون هناك مكسب سياسي لأحد تحت النار. هذا الأمر مرفوض ونجزم أنه لن يحصل. رح تابع أكثر بهذا الموضوع تحديدا الاستحقاق الرئاسي، ولكن بدي أنتقل عند الزميل ريكاردو شدياء الموجود ب مكان هنالك فيه نازحون تحديدا بمدينة بيروت للاطلاع على أجواء النازحين تحديدا بظل هذه الظروف الصعبة. تفضل ريكاردو. نعم غادي، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الجديد. انتقلنا من غرفة إدارة الكوارث والأزمات في بيروت إلى هنا إلى زقاق البلاط، حيث يصل المزيد من النازحين الجنوبيين كما من البقاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي إلى هنا إلى مدرسة البطريركية في زقاق البلاط. أود أن أسجل هنا وجود أكثر من 650 نازح وصلوا في الأيام والساعات الأخيرة. هؤلاء النازحين موزعين على 49 غرفة، وهم ينامون إن في هذه الغرف أو داخل الأروقة الموزعة في مختلف أنحاء هذه المدرسة. أود أن أشير هنا أيضا إلى أن المساعدات الإغاثية الطبية والغذائية ما زالت تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي من مختلف الدول عبر الطائرات العسكرية، ولكن هناك على استفهام عدة حول ما إذا كانت هذه المساعدات كافية لإيواء وإكفاء العدد الكبير من النازحين الجنوبيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 1,400,000 نازح في مختلف مناطق لبنان. إلى جانبي مباشرة ميرنا سويدين، كنت عم تقولي لي تحت الهواء، وأنت هون بدي أذكر أنه أنت إحدى المنظمات، منظمات اللجوء هون بمدرسة البطريركية بزق البلاط. كنت عم تقولي لي تحت الهواء انه المساعدات اللي كانت عم تيجي بالساعات الاخيره بطلت، وانتم اليوم عم تعتمدوا على مبادرات فرديه عم تعملوها، وان كانت على المستوى المالي او كانت على المستوى الغذائي. اشرحي لنا اكثر شو يعني انه المساعدات اللي كانت توصل بطلت عم تكفيكم، او بالاحرى بطلت عم توصل.
تمام. نحن اول فتره خلينا اول شغله نحكي انه نحن كل المبادرات اللي عم تجي كانت مبادرات فرديه من اشخاص. من مين تحديدا؟ يعني مين الجهات؟ في احزاب معينه؟ في رجال اعمال معينين؟ هلا اسماء انا ما عندي اسماء، بس كانت عم تجينا اكيد مصاري من رجال اعمال. نحن هلا هون كتنظيم، نحن كتنظيم حركه عمل المسؤولين هون مستلمين هيدي المدرسه. يعني الحركه هي عم تتبنى وعم تتولى موضوع التمويل والمساعدات الغذائيه والطبيه والى اخره. مزبوط. وعم نتواصل مع اشخاص، هدول الاشخاص ان كانوا عم بيقدموا لنا وجبات غذائيه او عم بيقدموا لنا مساعدات عينيه، بس كمان يعني الواحد شوي ورا شوي عم بتخف هيدي المبادرات لانه اكيد عبء كثير كبير على كل العالم. بس نحن يعني هلا بلشنا بحاجه اكثر لانه بلشت المده طول، يعني اول فتره كان عم بيجينا بكميه منيحه وعم تكفي العالم، خاصه انه هلا نسبه النزوح عم بتزيد. يعني اول شيء نحن بلشنا كان عندنا تقريبا 40 عائله، نحن هلا بحدود ال 135 عائله. ما عم بحكيك بعد يعني 650 نازح بينهم 150 عائله صرنا هلا. وبارح اجينا ناس من كيفون، اجينا ناس من منطقه البرج، يعني المناطق اللي عم ترجع تستهدفها عم بيرجع يجينا من ناس. بس المدرسه اللي نحن موجودين فيها هون اللي هي مدرسه بطريركيه، قديه عندها قدره استيعابيه انه تكون عم تستقبل المزيد من النازحين بالساعات والايام الجايه؟ لانه العدوان عم بيتصاعد، بس في قدره استيعابيه محدده للمدارس كمان. صحيح. نحن فاقت، يعني نحن ما بقى عندنا هيدي قدره على الاستيعاب، بس نحن لما بيجيك مراه او زلمه كبار بالعمر ما فيك تتركهم تقول لهم ناموا بالشارع. اللي عم بيصير انه نحن عملنا خيام بقلب الملعب، عملنا شوادر وعم نحاول نستقبل قد ما فينا، بس نحن كقدره استيعاب نحن فاقت قدره الاستيعاب عنا. يعني نحن حتى بالكوريدورات تعول المدرسه عم نقسم اقسام ونقدر ما نقول لحدا لا او ما قادرين نستقبلكم. يعني لما بيجيك حدا عمره 70 او 75 سنه هو ومدامته ما فيك تقول لهم لا ما عندي محل نايمكم. فنحن عم نضطر بقلب الملعب نحط خيام حتى بقلب الكوريدور. ضوء على المطبخ. شو كنت عم تقول لي؟ لا ضوء على المطبخ اللي عملناه هلا. المطبخ اول شيء المساعدات، انت كنت عم تقولي لي انه في مساعدات غذائيه. صح. بس المطبخ اللي انتم استحدثتوه هيدي مبادره فرديه منكم او مساعدات اجت من برا؟ صح. لا اول شغله صارت مبادره فرديه منا نحن هون، لانه الوجبات اللي عم تجي ما بقى عم بتأدي. يعني حتى اللي عم بيبعث لنا كميات صارت قليله بالنسبه للموجود عندنا. فنحن عملنا هيئه يعني التنظيم اللي مستلم المدرسة هون، طلعنا بقرار ان احنا منجيب غاز وغازات صغيرة وأناني غاز وطناجر، والنساء اللي موجودات هون كل حدا بيطبخ. طب حجة وزارة الشؤون ما حدا عم بيجي لهون، وزارة الشؤون الاجتماعية عم بيقول الوزير هكتور حجار، هلا نتوجه له كمان بنداء، كتار عم بيقولوا بمختلف مراكز الإيواء انه ما حدا عم يتواصل معهم من وزارة الشؤون الاجتماعية. أبداً. حدا تواصل معكم أبداً. من الوزارة؟ ابدا نحن ما اجينا شيء ابدا. يعني انا حبلش لك من الفرشة لحبة العدس، كلهم هولي نحن عم نجمع مصاري من العالم اللي نحن بنعرفها، وكتنظيم حركة أمل منين عم بيجيب عم بيمون هيدي القصة. نحن كوزارة شؤون ما شفنا حدا من الدولة، سوري كمان بدي أقول لك شغلة، وما شفنا حدا من NGOs ولا جمعية اجت على المدرسة قالت لنا انتم شو عايزين. بس شيء غريب لانه الجمعيات عم بتساعد بكل مناطق لبنان وبكل مراكز الإيواء. يعني من دون ما نسمي في كثير جمعيات عم بتساعد وعم بتكون عم بتقدم مساعدات وعم بتكون على الارض موجودة. لا لا لا، نحن شفنا جمعية وحدة ما بعرف فيني اقول اسمها، سيف ذا تشيلدرن، اجوا عملوا شوية انشطة للاولاد، بس كنحن اغذية دواء فرش حليب للاطفال حفاضات، لا هدول كانوا كلهم مبادرات شخصية. الان جي اوز عم بيجوا بيسجلوا اسماء وبيحملوا، مش اسماء، بيجوا بيسجلوا اعداد وبيحملوا حالهم بفلوا بس. هيدي صرخه بتوجهها غادي هون المنظمه لحركه النزوح. ولكن قبل ما انتقل لك غادي، احد الشبان هون المحمسين كنت عم تقلي تحت الهواء كمان انه من الصبح لعشيه عم تكونوا متواجدين هون، شو عم تعملوا بكل هيدا الوقت؟ يعني انتم كتار هون شباب وصبايا وكلهم من بالاعمار بين 10 سنين و20 سنه. مزبوط. نحن عم نساعد الناس، اذا بس تجي مساعدات بنطلعهم لهون وبننظم وبنوزع الاكل وبنسال الناس اذا عايزين اي شيء وبنساعدهم بكل شيء طبعا. وكثير اشياء يعني
مثل انه بس نوزع الاكل وهيك، وبدنا نوجه تحيه لدوله الرئيس نبيه بري الله يطول بعمره كمان. قبل غدي قبل ما انتقل لعندك، في البنوت هون كان بدها توجه رساله، قالت لي حابه توجه كلمتين كثير حلوين، شو هن هالكلمتين؟ لا نتنياهو ولا جد نتنياهو يمنعون هذه المقاومه من مصر. نحن تربينا على نهج المقاومه وحبنا للسيد، هذا كله امتحان من ربنا، واكيد الله قادر على كل شيء، وما حدا رح يموت من الجوع هون، ودائما ما نشكرها لها هي لانه قدنا في قاعده عم تساعدنا. يعطيكم الف عافيه والله يحمي لبنان. نعم بعد في صرخه، قد ما فينا. نحن للمطبخ اللي نحن بلشنا، يعني نعطي، نحن بدنا نطبخ بقلب المدرسه. انا بدي وجه هيك بس نداء انه بس لتموين هيدي المطبخ، يعني مواد الاوليه ان كان من خضره ان كان من حبوب، رز، عدس، نحن مستعدين. نعم. هون بقلب المدرسه النساء كلهم متضامنين مع بعض، نحن بنطبخ، هن مستعدين يطبخوا ويطعموا. نعم. عيالهم، بس نحن بدنا دعم لهيدا المطبخ. وجهنا هيدي الصرخه. شكرا لك غدي، سنتابع هذه الجولة على حركة النزوح إن من الجنوب أو من مناطق البقاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي. سنبقى هنا في مختلف أنحاء بيروت ونبقى معكم في الساعات المقبلة من هذه الليلة. شكرا غدي. ونحن طبعا بقوم معك ريكاردو لكي نكون في جولات إضافية تجريها في مختلف النقاط. شكرا لك. أنتقل الآن عبر زوم إلى سامي علوية، استاذ سامي علوية، لنحكي اكثر عن الاعتداء الاسرائيلي يلي طال مرتين اليوم، تحديدا الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني باتجاه مشروع ري الأصمية، يلي كان كمان هيدا العدوان الاول يلي بيطال هيدا الناقل تحديدا. اهلا وسهلا فيك استاذ سامي. مساء الخير لك ويعطيك العافيه. الحقيقة اللي صار اليوم هو بشكل انذار خطير ببداية استهداف البنى التحتية الأساسية بمنطقة الجنوب اللبناني. اليوم مشروع ري الأصمية رأس العين اللي هو بيروي من نهر الليطانة حوالي 6000 هكتار من الأراضي الزراعية، بيأمن الأمن الغذائي لمنطقة الجنوب وبيأمن بمد السوق اللبناني بمختلف أنواع الموز والحمضيات والأفوكا وجميع أنواع الخضار والفواكه على مدار 6000 هكتار تروى بمياه صالحة للري. تم استهداف نقطة رئيسية في فصلة مشروع ري الأسمية عن نهر الليطاني، بحيث أن مشروع ري الأسمية أصبح معزول عن النهر، وأن المياه التي كانت وافدة من النهر إليه تم تحولت نتيجة العدوان بهذه الغارة اللي سقطت بمنطقة رزاي، أغرقت جزء واسع من الأراضي الزراعية. قدرنا تحت القصف والمسيرات أنه نتخذ تدبير عاجل بتحويل النهر إلى مجراه الطبيعي بنقطة معينة، وكنا لأجل حماية الأمن الغذائي بدأنا باتخاذ تدابير موازية بتقوم على إعادة تشغيل محطات ضخ ولتأمين المياه لإمدادات القناة الفرعية بطولها 59 كيلومتر. وجئنا بغارة تانية قطعت الطريق المؤدي إلى محطات الضخ، وبالتالي سيتعذر تأمين المياه إلى 6000 هكتار من الأراضي الزراعية لا بالضخ ولا بالجر نتيجة انفصال هذا المشروع عن مصادر المياه التي كانت تتأمن إما من سد زراري وإما من محطة الضخ الرئيسية بالأسفل. هذه ما في شك أنه هي ضمن سياسة التجوير، ضمن سياسة بتهدد الأمن الغذائي، ضمن سياسة ممنهجة من أجل تأكيد أطماع تاريخ اللي يعرفها بمياه نهر الليطاني. وأنا بحب ألفت أنه هذا العدوان سبقوا اعتداءات شهدناها لضرب عبارات تصل مر فوق نهر الليطاني وتصل منطقة جنوب الليطاني عن شمال الليطاني، وبادة الممرات من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني محصورة بعدة طرق رئيسية معروفة. أما الطرق اللي كانت عبارات بالأراضي الزراعية أو اللي كنا نحن بنستخدمها بإطار أنشطتنا كلها سوا أصبحت معزولة، وبالتالي نحن اليوم أمام واقع جديد. الواقع الجديد اسمه إضافة إلى سياسة القتل وسياسة التدمير وغيرها وغيرها وغيرها،
وسياسة الأرض المحروقة اللي اعتمدوها بالفوسفور الأبيض بالمناطق اللي كانت على الحدود. اليوم بدنا وصل الاعتداء مش بس على حوض الليطاني وإنما وصل إلى حوض الزهراني، بحيث أنه مشروع ري الأسمية بيروي الأراضي اللي بتمتد من المنصورة وحتى الغازية التي تقع على مشارف حوض الأولي. وبالتالي نحن اليوم ثلاثة أحواض أصبحت ضمن الاعتداءات الإسرائيلية إذا ما نحكي بالجغرافيا، حوض نهر الليطاني واللي عم يطالوا اعتداءات بمنطقة الحوض الأعلى، وحوض الليطاني بحوض الأسفل، بالإضافة إلى حوض الزهراني بما يشمله بمنطقة إقليم التفاح، وحوض الأولي على حدوده ضمن المنطقة المحازية لمشروعي الأسمنت. يعني اليوم الخطورة، اليوم الخطورة أستاذ سامي، يعني مثل ما حضرتك تفضلت وقلت إنه عم يتم قطع إمدادات المياه عن الأراضي الزراعية بساحل لبنان الجنوبي، يعني هذا تصعيد خطير، يعني بدأ كمان قطع إمدادات المياه، وهذه مثل ما سبق وقلنا أنه أول مرة العدو الإسرائيلي خلال هذه الحرب بيلجأ إلى هذا النوع تحديدا من التصعيد. الحقيقة هذا مؤشر خطير على سياسة الأرض المحروقة، ومؤشر أخطر على استهداف البنى التحتية، ومؤشر أخطر بكثير على الأطماع بمياه نهر الليطاني. هذه كلها مؤشرات بتصعيد بمخطط جهنمي بيطال مش بس الأراضي اللبنانية، وإنما يطال الثروة البيئية اللبنانية، يطال مقومات صمود الشعب اللبناني كله سواء، مش بس مقومات صمود الجنوب اللبناني، لأنه هذا يشكل مصدر أساسي من مصادر السوق اللبناني. اليوم إذا بدك رح قارن حضرتك ارتفاع أسعار الحمضيات وارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية اللي كانت تنتج بمنطقة الساحل الجنوبي، رح تلاقيها ارتفعت وبارتفاع وشكل مفرط، مما سيهدد جانب من جوانب الزراعية. ها منخاف انه تعقب هذه الجريمة اللي استهدف الناقل استهداف المنشآت مباشرة، لسيما المحطات لا سمح الله، وهون بتكون الجريمة اكبر والمخالفة للقانون الدولي الانساني اللي اساسا مش يحترموه ولا حدا عم يحترموه، بتكون اخطر بكثير. نحن اليوم امام عدوان ممنهج، وامام ايضا سياسة توسعية عم تطال منشآتنا المدنية 100% والحيوية 100%، واللي هي بتهدف فقط إلى تأمين الغذاء للشعب اللبناني وإلى السكان هنا في لبنان، وبتهدف فقط إلى تأمين مقومات العيش. وبالتالي نحن صرنا معانيين بهذه التحديات، بلشت بسياسة القضم باستثماراتنا. تم بالأول الاعتداء على منشآت كانت الإنشاء لمشروع ري الجنوب على مسافة 100 متر بمنطقة قضاء المرجعيون وقضاء البقاع الغربي بصورة غير مباشرة، ولكن هلأ عم تكون الاستهداف بصورة مباشرة وبشكل متعمد ومقصود من أجل فرض حصار على لقمة عيش اللبنانيين وفرض حصار على المياه في لبنان. شكرا. بالتالي نحن في شيء خطير انه سريعا لو سمحت استثمارنا، وبالتالي الخوف من ان يكون هناك اطماع تتعلق بنهر الليطاني ويشهد الى المنطقه التي. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ سامر علوي المدير العام للمصلحه الوطنيه لنهر الليطاني على هذه المداخله للحديث عن التصعيد الاسرائيلي الجديد من نوعه بالنسبه للنقطه يلي استهدفها. برجع لك استاذ ماهر، كنت عم تحكي عن انه لا يمكن انتخاب رئيس تحت النار، وكانك عم تنسف هذه المبادره او هذه الخطوه اللي عملها رئيس مجلس النواب ورئيس حكومه تصريف الاعمال وايضا النائب السابق وليد جملاط، كانك عم تلغي اي امل للوصول الى المطلب يلي هن عم بيسعوا له وهو انتخاب رئيس للجمهوريه لو ضمن هذه الحرب. انا بعتقد انه الرئيس بري ما حدا احرص منه على الداخل اللبناني، وما حدا احرص منه على الخروج من هذه الازمه. انا كنت عم بطرح باطار المعلومه غدي، وعم بطرح ايضا باطار الموقف، انه في حال البعض يعتقد انه بيقدر يفرض على المقاومه خيار لا تريده تحت النار، هذا الموضوع ما حيمر، لانه نحن مش بدنا. ما هو الرئيس بر يلي اليوم الشيخ نعيم قاسم قال هو خينا الكبير، هو اللي نحن بناخذ برايه، هو اللي عم بيقول لك انه نريد اتمام خطه تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهوريه.
يعني هو اللي عم بيطلب بهذا المطلب، هو اللي بده انتخاب رئيس للجمهورية تحت النار، هو والنائب وليد جمهور. أنا برأيي فهم بشكل خاطئ الرئيس بري، وبعتقد أن الرئيس بري يمهد الأرضية للذهاب إلى رئيس جمهورية في حال توقفت هذه الحرب، ولا أعتقد أن الرئيس بري سيكون بأي شكل من الأشكال موافق على محاولة حشر المقاومة بالزاوية، وهو حريص على هذه المقاومة. كما خرص رئيس للجمهورية ضمن الحرب عليها. يعني حتى اللجنة الخماسية كانت عم بتقول بأنه بالعكس ما يجري من حرب بالجنوب هو لازم يكون دافع لانتخاب رئيس للجمهورية. ليه عم تعتبر إذا تم انتخاب رئيس للجمهورية هيدا رح يكون تحدي لحزب الله؟ أنا ما عم أقول أنه هو تحدي، عم أقول محاولة البعض فرض هذا الموضوع تحت النار هو اعتقادا منهم أو رهانا منهم أن هذه المقاومة باتت غير قادرة على طرح ما تريد بالداخل، وهذا الموضوع يجب أن يتناسوه بالوقت الحاضر ويتناسوه بعد وقفة. أكمل معك، ولكن أنطونيو غوتيريز عنده كلمة بهذه الأثناء، خلينا نستمع لها. واستترك منازلهم في أكتوبر من العام 2023 وبعد ذلك عادوا إلى منازلهم، ولكن في ديسمبر من العام 2023 طلب منهم المغادرة مرة أخرى، وبعد توقف العمليات عادوا مجددا، وبعد ذلك في مايو من العام 2024 طلب منهم الإخلاء، وبعد ذلك توقفت العمليات وعادوا إلى منازلهم، ولكن مجددا الآن طلب منهم الإخلاء. النتيجة واضحة جدا أو الخلاصة واضحة جدا، هناك خطأ كبير في كيفية شن هذه الحرب. الطلب من المدنيين الإخلاء ليس إجراء آمنا إذا لم يكن لديهم أي مكان ليذهبوا إليه، وإذا لم تتوفر لهم الأغذية والمياه. ليس هناك أي ملاذ آمن في غزة. القانون الدولي واضح، يجب حماية كل الأرواح المدنية، ويجب تأمين الاحتياجات الأساسية بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية. يجب الإفراج عن كل الرهائن، وأندد بأشد العبارات كل انتهاكات القانون الدولي في غزة. Southern Gaza is overwhelmed. والآن supplies are running low. نرى أيضا أن جنوب قطاع غزة تفتقر إليه تفتقر فيها المساعدات الإنسانية أو طواقم إنسانية إلى الأمان للوصول، وهناك أيضا سرقة وانهيار للنظام العام والأمان. لقد حذرت منذ أشهر من اتساع رقعة هذا النزاع. منطقة الشرق الأوسط نرى فيها أن هناك عدة أطراف معنية، والحالة في الضفة الغربية تخلي أيضا، والآن في جنوب لبنان الهجمات على المدنيين تهدد المنطقة بأكملها. خلال الأيام الماضية تبادل النيران ما بين حزب الله في لبنان على طول الخط الأزرق، ما بين حزب الله والجيش الإسلامي الإسرائيلي تكثفت، وهذا الأمر انتهاك للقرار 1701 و1559. والهجمات أيضا في بيروت قتلت أكثر من 2000 شخص خلال العام الماضي و1500 شخص خلال الأسبوعين الماضيين. الأرقام تخطت الوفيات التي شهدناها في حرب العام 2006. الهجمات ضد الهجمات التي شنها حزب الله عبر الخط الأزرق أسفرت عن مقتل 49 شخص. هناك 1,000,000 شخص نزحوا في لبنان، وأكثر من 300,000 شخص نزحوا إلى سوريا، وأكثر من 60,000 شخص نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل. ومؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي باجتياح عبر الخط الأزرق. نحن على حافة حرب واسعة في لبنان، ونشهد الآن على التبعات المدمرة، ولكن حان الوقت لأن تتوقف هذه الحرب، ويجب احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول. قوات اليونيفيل في لبنان لا تزال تواصل مهامها بقدر المستطاع. هذه البعثة تعتمد على الالتزام الكامل من جانب كل الأطراف، وهنا أود أن أعبر عن امتناني لكل الجنود في قوات
حفظ السلام. هؤلاء الرجال والنساء في اليونيفيل يخدمون في أصعب البيئات لقوات حفظ السلام في أي مكان حول العالم. وإذا على كل تابعنا إذا مشاهدينا كلمة غوتيريز. يعني في هذه الأثناء أيضا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اغتلنا نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين. يعني أعلن رسميا العدو الإسرائيلي اغتياله لمن كان من المفترض أن يكون خلفا للسيد نصر الله وهو هاشم صفي الدين. ما كان في أي تبني من وقت الاغتيال لهلأ. بالطبع نحن ننتظر بيان المقاومة. العدو الإسرائيلي يمنع فرق الإسعاف من الدخول إلى المنطقة كل هذه الفترة. أعتقد أنه كان غير متيقن من استشهاد السيد هاشم لأن المنشأة بحسب المعلومات هي أكبر وربما هناك مكانات أكسجين وغيرها. الآن أعلن نتنياهو نحن نأخذ بما يصدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله لجهة نعي السيد هاشم الذي نعلم جميعا أنه اختار هذا الطريق ونعلم جميعا أن هذه المقاومة باستشهاد أهم قائد لها هو السيد نصر الله ومن خلفه أيضا السيد هاشم صفي الدين لا تنتهي ولا تتوقف وهي تستمر. واليوم غدي أنا بدي أحكي فكرة معينة. اليوم في فصائل بهذه المقاومة، في الفصيل العلماني اللي هو نسور الزوبعة. بعد استشهاد السيد نصر الله بات هناك صلابة أكبر من قبل المقاومين المؤمنين بهذه الأرض وبأنفسهم وبعقيدة أنطون سعادة الصليبي على متابعة هذه المسيرة، وبات أيضا لدى الفصيل اللي نحن نتشارك معه بالدم وبالمشروع وبالتضحيات حزب الله، بات لديهم اليوم هؤلاء الشبان كربلاءين، كربلاء الحسين وكربلاء السيد نصر الله. ولذلك من يراهن اليوم على أن هؤلاء يضعفون وتضعف عزيمتهم ومعنوياتهم في الميدان بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله ما بيعرفوا فعلا بيئة المقاومة وما بيعرفوا من هم هؤلاء. لكن الأمر لا يقتصر فقط على المعنويات. بالمقابل العدو الإسرائيلي عندما استشهد السيد حسن نصر الله أعلن بأنه سيقوم باغتيال أي شخصية ستخلف السيد حسن نصر الله، وبعد هذا التصريح بأيام اغتيل حسب ما قال العدو الإسرائيلي السيد هاشم صفي الدين. فهل حزب الله اليوم قادر أقله تحت النار حماية أي شخصية من المحتمل أن تكون خليفة السيد حسن نصر الله؟ غادي بواقعي أنا لا أملك معلومة أمنية ولا أملك خبرة أمنية وعسكرية، ولكن الواقع يقول أنه هذا العدو تفوق علينا بالجانب الأمني بجانب الاغتيالات بالطيران، ولكن نحن الآن نتفوق عليه ونحدث التوازن في الجبهة الجنوبية البرية. صحيح. ولذلك أنا أعتقد أن المقاومة رممت، وهذه أيضا يعني وصلتني معلومة، رممت خلال الأيام الماضية بنيتها القيادية على صعيد السيطرة والتحكم وأعادة تفعيل عملها السياسي والإعلامي، وكلنا نحن بعتقد عم نشوفه وعم نتابع. هل تستطيع المقاومة حفظ قيادتها؟ أتمنى ذلك، وأعتقد أنها بإطار سد الثغرات. إذا مننتبه بأول 3 أيام من طوفان الأقصى، يعني بعد 8 و9 و10 و11 تشرين 2023 ارتقى لهذه المقاومة عدد كبير من الشهداء أثناء رمي الصواريخ وأثناء رمي القذائف. المقاومة ذهبت إلى سد هذه الثغرات أثناء الحرب، كان فيه يبدو كان في هناك مشكلة بأول كم يوم بالمسيرات، ذهبت المقاومة إلى تطوير هذه القدرات خلال الحرب، وأعتقد أيضا الثغرات الأمنية تعالج. هذا الموضوع بحاجة إلى طرح كبير وبحاجة إلى مختصين، ولكن كمان أعتقد أنه بعد الحرب سيكون هناك تحقيق كبير عن كيفية وصول العدو إلى السيد نصر الله وإلى القيادة العسكرية. ولكن أيضا بعيدا عن كيفية حصول هذا الخرق، نحن نعتبر أنه المقاومة اللي قادتها اليوم فوق 60 وفوق 65 سنة أيضا لديها قادة عمرهم 50 و40 و30 و25 يقودون ويقومون الآن بقيادة هذه المعارك على الحافة الأمامية بالعديس وبكفر كلا وبمارون الراس، ويعترف هذا العدو
يسبق هذا العدو على المقاومة بالاعتراف بالخسائر وأعداد القتلى والجرحى الكبار قبل ما تقوم المقاومة ويمكن تروح بالأيام المقبلة على نشر فيديوهات هؤلاء القتلى لنرى انعكاس هذه الفيديوهات وهذه الصور وهذه الأدلة على تقهقر جيش العدو على الحدود اللبنانية الفلسطينية الوهمية التي لا نعترف بها وانعكاسها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. برأيك حزب الله من هلأ لا يتوقف النار أو تتوقف هذه الحرب يمكن يكون من الصعب إعلان أي حدا محتمل أنه يكون خليفة لسيد حسن نصر الله؟ يعني ما رح نشوف في تعمق بهذا الإطار خوفا ربما على أي عملية اغتيال تاني خصوصا بعد اغتيال السيد نصر الله وبعد اغتيال السيد هاشم صفي الدين. هلأ كمان لنكون واضحين غدي من منطلق مهني وصحفي لم تقم المقاومة بالإعلان عن خليفة السيد نصر الله ولم تقم فعليا بانتخاب أمين عام آخر. صح بس كانت ولكن رجح العدو صحيح. أن يكون السيد هاشم كونه أحد المسؤولين المتقدمين خبرة ومعرفة وعلى صعيد القرار بحزب الله أن يكون هو خليفة الأمين العام وقام باغتياله ولكن هو قام باغتيال العديد من القادة ربما كان أحدهم حيكون هو خليفة السيد نصر الله ولذلك لا أعتقد أنه المقاومة ستقوم أثناء هذه الحرب وأثناء الأيام المقبلة بإعلان عن اسم ليكون ولكن هذه المقاومة اليوم لديها قيادة جماعية هي تقود هذه الحرب وهي مستمرة مهما اختالوا منها من قادة ومن مسؤولين هذا الموضوع يستمر إذا بيعتقد العدو وإذا بيعتقد غير العدو أنه هذه المقاومة المسؤولين فيها كل واحد هو حامل ملفه ما حدا معه الملف غيره بيكون فعلا ما بيعرف حزب الله وبعتقد الإسرائيلي يعلم جيدا كيف يعمل الحزب وببيانكم كحزب سوري قومي اجتماعي كنتوا عم تقولوا بأنه الدعم الذي تحصل عليه فلسطين من كل من إيران واليمن هو مهم ويندرج في إطار منع الاحتلال من الاستفراد بشعبنا في غزة والضفة الغربية. مش كبير شوي هيدي العبارة أنه منع الاحتلال من الاستفراد بشعبنا في غزة والضفة الغربية بوقت أنه كثر اعتبروا أنه الدعم يلي عم تتلقيه فلسطين من إيران منه بحجم التطورات على أرض الواقع ومنه بحجم حدية الحرب. أوكي غادي أنا مني بمكان دافع عن إيران في ناس بتقدر تدافع عنها وهي لديها مؤسسات وأجهزة تحكي عنها أنا بدي أحكي بمكان آخر عن البيان اللي أصدره الحزب السوري القومي الاجتماعي اللي بيقول أنه جبهات الإسناد دعمت غزة والضفة واليوم أيضا اليمن وجبهات الإسناد تدعم الجبهة اللبنانية التي باتت جبهة موازية لجبهتي غزة والضفة. اليوم الإسرائيلي رفع أهداف للحرب تهجير أهلنا بغزة على سيناء القضاء على المقاومة إعادة الأسرى وبالتالي ما حقق أي من هذه الأهداف. الإنجاز بعدم تحقيق هذه الأهداف مشترك بين المقاومة في فلسطين وبين المقاومة من جبهات الإسناد بلبنان اليوم لمن يقول أن هذه المقاومة هزمت أنا ما بدي خونك وما بدي أخدك على سجال أنا بدي أقول لك تفضل وأقرأ بالعسكر وبالسياسة وبالاستراتيجية ما هي أهداف هذه الحرب؟ الإسرائيلي رفع هدف وضمر هدف الهدف اللي رفعه الإسرائيلي هو إعادة 700,000 أردت يا نتنياهو أن تعيد 700,000 مستوطن إلى الشمال إلى بلداتنا المحتلة بالشمال إلى البيوت التي كانوا يسكنون بها اليوم بدك تلاقي محل لأهالي حيفا ليروحوا على غوش دان لأنه بات صواريخ المقاومة الفعالة تهجر هؤلاء من أماكن سكنهم بحيفا إلى العمق عمق كيان الاحتلال أكثر إلى الداخل الفلسطيني المحتل أكثر إلى منطقة غوش دان وربما إلى جنوب تل أبيب يعني ما بعد غوش دان. أهداف الهدف الثاني اللي بيضمره الإسرائيلي أنا برأيي لأنه لو بده يحط معادلة نازح أمام نازح صار عنا نازحين بلبنان ونحن نعترف أنه الجنوب والبقاع نزح والضاحية الجنوبية نزحت كان بيقدر يجي الإسرائيلي ويقعد على الطاولة ويقول نازح أمام نازح خلينا نروح على إطار واتفاق سياسي هو تابع وبالتالي الهدف الفعلي صحيح. هو القضاء على هذه المقاومة نعم. وهذا الهدف لن يتحقق. شكرا لك ماهر الدنا على وجودك معنا وصلنا لختام هذه الحلقة بعد قليل ستكونون مع النشر المسائية مع زميلة داليا أحمد شكرا للمتابعة إلى اللقاء.